أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد، برنامج استطاع إليه سبيلا. في هالحلقة معنا الأخ شادي من مصر، مجاهر جديد، وراح تكون حلقتنا عن أرض الميعاد، أرض الله، ما يسموه الفلسطينيين فلسطين وما يسموه الإسرائيليين إسرائيل. خلونا نرحب بالأخ شادي. أهلا بك جان، وأهلا بكل المستمعين والمتابعين. أهلا بك أخي شادي. أخي شادي، مثل ما تعودنا، إذا بتبدأ ببطاقة تعريفية عن شخصك الكريم، تفضل. ما فيش أي مشكلة، اسمي شادي مصطفى، تمام، سني 23 سنة، دراستي بدرس حقوق قانون، تمام، بس ده بالنسبة للتعريف الشخصي. أكيد أكيد. طيب أخي شادي، إذا نبدأ كمان مثل ما تعودنا، تحكي لنا عن قصة إلحادك، قصة نشأتك بمجتمعك، الدين اللي ولدته، كيف تشكل معك، تفضل. تمام. بالنسبة للنشأة، هي النشأة كانت نشأة دينية عادية جدا زي أي حد، تمام. أنت نشأت على أساس أنك أنت إسلام، تمام. طبعا أنا نشأت في بيت مسلم، فكان الإسلام يعني، تمام. أنت نشأت في بيئة إسلامية، بيئة إسلامية بتنزل غصب عنك تصلي الجمعة، تمام، بتصوم في رمضان، لازم تصلي، لازم تحفظ قرآن، تعليم برضو، التعليم كان فيه جزء كبير من الدين، برغم ان انا ما كنتش في مدارس او معاهد الازهرية او حاجة، تمام، بس برضو كان فيه، بندرس دين اسلامي في المدرسة، بندرس في العربي نصوص، بندرس آيات قرآنية عشان نعرف البلاغة اللي فيها، بندرس قصص العربي، مثلا عندك قصة زي قصة وإسلاماء اللي هي بتحكي عن قطز وتتار، وقصة تانية كنت بدرسها في أولى إعدادي، تمام، قصة عقبة بن نافع، تمام، اللي كان طبعا يعني وقتها كنا فاكرينه بطل، تمام. ودرسنا التاريخ الإسلامي، درسنا الفتح العربي لمصر وخدها من الظلام لنور الإيمان، بس دي النشأة الدينية، تمام. هي ما كانتش نشأة دينية، يعني عشان أبقى صريح معاك أو أبقى صريح، ما هي ما كانتش نشأة دينية متزمتة، مش متزمتة قوي يعني، تمام، إلى حد ما كان، بس هي كانت نشأة دينية. أنت عمال تتلقن حاجات أنت مش فاهم حاجة عنها، وساعة مثلا ما بتيجي تطرح أي سؤال، ولو حتى سؤال بدون مثلا يعني سؤال فطري، تمام، أنت عمال تكلمني الله الله الله، طب الله ده جه منين؟ لا أقف انت هنا كده، احنا دي حاجات احنا ما نقدرش نتكلم فيها، دي حاجات احنا ما نعرفهاش، دي اكبر من مستوى تفكيرنا، تمام. دي بالنسبة للنشأة. طيب وبرضه حابب ان شادي، انت كشادي لوين وصلت بالتدين؟ يعني تعمقت تمام فين؟ تفضل. تمام هي دي النقطة اللي انا كنت هقولها لسه، تمام. هو بالنسبة لفين وصلت بالتدين، تقدر تقول ان انا خدت الدين كثقافة، يعني حاولت ان انا اقرا وافهم عن الدين، ما خدتش الدين ممارسة بمنتهى الصراحة، يعني مثلا ما كنتش مواظب قوي على الصلاة، كنت بصلي بس ما كنتش مواظب قوي على الصلاة، ولازم بقى الصلاة دي في الوقت ده ولازم اقعد اقرا قرآن، لا، ممكن الكلام ده مثلا يكون في رمضان، تمام، شهر الأكل كريم، تمام، لكن انا كنت واخده ثقافه، يعني مثلا كنت من الحاجات اللي انا كنت بحب وكنت احب اقعد اقرا فيها قصص الانبياء، قصص الانبياء دي كانت مستهواني جدا، وخصوصا قصه موسى وقصص بني اسرائيل، دي من القصص فعلا اللي كانت مستهواني جدا، وهي فعلا من القصص، اكتر قصه ذكرت في الاسلام وخصوصا في القران، هي قصه موسى، تمام، يعني تكاد لا تخلو صورة من ذكرهم، وخصوصا صورة كبيرة يعني، تمام. كانت قصة بالنسبة لي، كانت قصة جميلة جدا يعني، كلها تراجيديا رومانسية، تلاقي كوميديا، تلاقي أكشن، تلاقي كل حاجة، فانتازيا وخيال علمي، تلاقي، كانت بجد قصة يعني، كانت قصة رائعة،
كان قصة موسى. فهو ده كان الدين بالنسبة لي، أو التدين بالنسبة لي كان التدين ثقافة. ما قريتش بقى فقه بقى ابن حنبل أو حنيفة، ما دخلتش بقى يعني، ما دخلتش مثلا في الفقه بقى والمدارس الأربعة، لا أنا خدت اللي هو ثقافة دينية بس. برضو كنت بقرأ برضو عذاب النار وعذاب القبر والجنة ووصف الجنة، وبسمع عمرو خالد، كنت متابع جيد جدا لبرنامج على خطى الحبيب، كنت بسمع جديد الشرايط بتاعت محمد حسن ومحمد حسين يعقوب دي، طبعا قبل ما يتشهروا بقى، وقبل قناة الرحمة وقبل الكلام ده، كنت بقعد اسمعها، وكنت بجيب الكتب اللي كانت بجنيه دي، تمام، سين وجيم، تمام، وابو عمار محمود المصري، مسيح الدجال، كنت متابع جيد يعني للكلام ده. بس برافو برافو. طيب شادي، يعني كيف بلشت مرحلة الشك عندك؟ كيف صرت يعني إنه تقول هناك شيء خطأ في هذه المرحلة لنستكشفها؟ كيف بلشت المرحلة؟ تفضل. بص، هي بلشت المرحلة وفضلت المرحلة زي ما قلت لك، يعني زي ما قلت في كلامي، أنا كنت بحب أقرأ، تمام. من ضمن الحاجات اللي وقعت في إيديا مرة كان كتاب بيتكلم عن عظماء القرن العشرين، أو أكتر ناس أثروا في القرن العشرين، تمام. هو كان كتاب صادر عن هيئة الهيئة العامة المصرية للكتاب، كان جايب شخصيات كده واخد مقتطفات منهم، فوقع كان من ضمن الشخصيات دي كان جيفارا، تشي جيفارا. فقريت عن تشي جيفارا وعجبت بيه جدا، تمام. وبعدين يعني من ضمن الحاجات اللي انا قريتها فيه ان هو كان شيوعي، او كان بيتكلم في الشيوعية، تمام. يعني انا كنت شايف جيفارا ده شخص عظيم جدا، سائر، واحد ساب، كان طبيب، ساب الطب وساب حياته وساب مراته وساب كل حاجة، وراح جري ورا الثورة في كوبا، وبعد كده بقى وزير صناعة ورئيس البنك المركزي، وي 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 وي، ويعتبر كان الرجل الثاني في الدولة من بعد فيدل كاسترو، وكان محبوب جدا، وبرضه ساب ده كله، قال مش عايز الكلام ده كله، وطلع يجري ورا الثورة في بوليفيا، تمام. فكان الشخصية دي كانت شخصية عظيمة بالنسبة لي، كان نفسي أعرف كل حاجة عنها، تمام. زي ما قلت لك، أول حاجة جت يعني الحاجات اللي أنا كنت عايز أكتشفها، إيه مفهوم يعني إيه شيوعية، تمام. طبعا الكتاب ما كانش شارح شرح تفصيلي أو شرح كبير، لأن هو كان واخد شخصيات كتير جدا يعني، تمام، من ضمنهم عبد الناصر والسادات، وحتى حيم وايز مان وهتلر وشارلي ديغول، كان شخصيات متنوعة لدرجة أم كلثوم وعبد الوهاب، أكتر شخصيات بل يعني الشخصيات اللي هي أثرت في القرن العشرين من كافة المجالات، تمام، سواء كتأثير جيد أو تأثير سيء. بس كان في برضه في الوقت ده كانت صدرت لعبة كان جديدة، كان اسمها ريد أليرت، تمام. ريد أليرت دي كانت لعبة، تمام، كانت بتتكلم عن حرب بين الاتحاد السوفيتي وبين أمريكا. فبرضه من الحاجات اللي أنا اكتشفتها في ريد أليرت دي كانت عجباني جدا برضه الشيوعية، فأنا عايز أعرف إيه هي الشيوعية دي. فلما جيت ابتدي اسال عن الشيوعية ايه؟ ده الشيوعية دي كفر، ده الشيوعية دي الحاد، الشيوعيين ما بيعترفوش بده. طب تمام، انا كنت عبارة عن ورقة بيضة، تمام، عمال يتنقش عليها كلام، يتنقش عليها كلام، الكلام ده ايه ما نعرفش الكلام ده ايه، بس هو عمال يتنقش عليها كلام وخلاص، عمال يكتب عليها كلام وخلاص، تمام. ما هو الكتاب اللي انا بحكي لك واحد ثقافتي، تمام، بدأت بقرا، تمام. فقعدت افكر انا، يعني بالنسبه لي الدين ما كانش مجال لتفكيري، انا بكلمك المرحله دي مرحله بدايه الثانويه، مرحله 16 17 18 سنه، تمام. ما كانش بالنسبة لي الدين ده حاجة ممكن أفكر فيها، يعني أنا ما قعدتش مثلا أفكر في محمد عمل وعيسى عمل وإيه المسيحية وإيه اليهودية وإيه الإسلام وإيه وإيه، ما أنا يعني خدتها من الكبير، مسكت في الكبير، مسكت في الله. كذا سؤال سألته لنفسي، تمام، وللأسف يمكن لقيت له، ما مش هقول لك لقيت له إجابة، لا، لقيت له إجابة عقيمة، تمام. انت جاي بتكلمني عن الله، ده عظيم، الله كامل، الله ما فيش حد زيه، هو ابدع كل شيء، هو خلق الوجود، هو كل حاجه، احنا ما نقدرش نعمل اي حاجه غير بارادته،
تمام. طيب الله ده جه منين؟ ما هو من أوجد؟ إذا أنت ماشي بمبدأ لا موجود بلا واجد، ماشي، ومن وجد الواجد؟ الله ده جه منين؟ ده سؤال أنا لحد دلوقتي فعلا مش لاقي إجابة عليه، تمام، وما أعتقدش إن حد في يوم من الأيام هيلاقي إجابة عليه، تمام. سؤال تاني، هو ليه ربنا مهتم أوي بالشرق الأوسط؟ يعني ليه الله ده مهتم جدا بالشرق الأوسط؟ يعني بصراحة هو اللي جاب لي دماغي الموضوع ده، إن طب بالنسبة للناس مثلا زي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، الهنود الحمر والحضارات اللي كانت هناك، الحضارات اللي كانت هناك دول، الناس دي هتحاسب إزاي؟ تمام، اكتشفت بعد كده، بس لما اكتشفتهاش في الوقت، بس اكتشفت بعد كده إن في حديث بيتكلم بيقول لك ان الله قد زوى لي الارض فرايت مغربها ومشرقها، تمام، يعني الله مسك له الارض كده عوجها له فراى المغرب بتاعها والمشرق بتاعه، مش عارف ليه ما اكتشف لناش مثلا امريكا الجنوبيه ولا امريكا الشماليه ولا اكتشف استراليا، تمام، حلو، ولا حتى اكتشف اي دول من الدول اللي كانت موجوده وكانت قريبه، كان بيقول لك بلاد ما وراء النهر، ايه بلاد ما وراء النهر ده ما يعرفش، تمام، روسيا دي ما كانش يعرف عنها حاجه مثلا يعني، تمام. المهم ارجع للنقطه، ليه بقى الشرق الاوسط ده حاجه مهمه قوي بالنسبه لله؟ الديانات كلها او العقائد كلها بدايه من ابراهيم وصولا لمحمد، تمام، كان موقعها الشرق الاوسط، من العراق وصولا لمصر مثلا والجزيره العربيه، اشمعنى المنطقه دي بالذات؟ ليه ما فيش رسول مثلا بعث للرومان؟ ليه ما فيش رسول بعث في اليونان؟ تمام، طب والناس بقى اللي ما كناش مكتشفينهم لحد دلوقتي، الناس اللي هو الهندي الاحمر اللي كان قاعد عايش ساعتها في امريكا الجنوبيه ولا امريكا الشماليه ده، تمام. انا بس حابب ان انا اوضح لك ان انا الفكره او الشك بدا معايا، تمام، وعلى فكره الشك واليقين ان الافكار دي كلها افكار هزليه ما بداش بالعلم، يعني انا ما عدتش بقى ابحث بقى في النظريات الفيزيائيه ونظريه التطور، نظريه التطور ساعتها اساسا انا ما كنتش اعرف عنها حاجه، يعني بغير بعض المعلومات المغلوطه اللي واخدينها من تعليم عقيم، تمام، انا درست في ثانويه عامه في اولى ثانوي احياء كان فيها نظريه التطور بشكل عقيم، تمام، انت معايا يا جان؟ تمام، ما كنتش أعرف ساعتها بقى النظريات العلمية. أنا الصوت مخيفي من عندي، لأنه إذا حكيت وأنا رفع الصوت فبصير غش الصوت، فلذلك أنا خايف الصوت. يا ريت كمان إذا بتقدر تقرب الميكروفون قدام عند كلمة كيف عشان الصوت يكون أعلى، لأنه مرات تمام، بيروح بيختفي. تفضل. اي حاجة وقعت بس يعني قول لي وانا عايدها تاني. ماشي. تمام، فزي ما بقول لك او زي ما كنت بقول ان انا الفترة دي كان بالنسبة لي مثلا ما عدتش ادرس بقى نظرية التطور والانفجار العظيم والنظريات مثلا الفيزيائية والكلام ده، ما درستش فيها وما كنتش حتى يعني ممكن اقول لك ان انا ما كنتش حتى على علم بيها. تمام، انا الفكره كلها فكره اسئله منطقيه بالنسبه لي، وهي اللي مش شايفها منطقيه ما يشوفهاش، ما عنديش مانع انك انت ما تشوفهاش منطقيه، بس هي منطقيه بالنسبه لي ومهمه بالنسبه لي، ما تطلبش مني ان انا اسلمك عقلي. تمام، الدين بيطلب منك بمنتهى الصراحه، يعني زي كان في امام من الائمه، تمام، مش فاكر مين هو بالظبط، بس كان بيقول التلامذته اقلعوا عقولكم مع الجزم بتاعكم بتاعتكم بره قبل ما تدخلوا الدرس، تمام، اعتقد مالك او ابو حنيفه يعني، بس في امام من الامام قال الموضوع ده، قال الكلمه دي، ما تطلبش مني ان انا اعمل لك كده، تمام، ما دام الله عظيم ماشي، قول لي بقى، قول لي بقى يعني جاوبني على الاجابات دي، تمام، وبعدين الله العظيم ده يعني ازاي يخلق واحد مثلا عنده تشوهات؟ ليه يخلق واحد عنده تشوهات يعيش حياته كلها متعذب لحد ما يموت؟ تمام، فاكتشفت بقى بعد كده ان هو مش عظيم ولا حاجه، مش عظيم اطلاقا، ما عنده ما فيهوش اي درجات العظمه، تمام. عملت اختبار كده مع نفسي، تمام، ويمكن الاختبار ده بعدين اكتشفت ان جورج كارلين عمل، قلت طب ما لو والله عظيم فعلا انا بشتمه، تمام، وشتمته،
تمام ويموتني دلوقتي بقى، ولا يخسف بيا الارض، ولا يحولني خنزير ولا قرد ولا اي حاجه من الحاجات الجميله دي، ولسه انا قاعد قدامك انا مش شايف نفسي اتحولت قرد ولا حاجه. للأسف يعني صاير التخويف الموجود عند المؤمنين خصوصا في الإسلام، يعني مثل أم تخوف أولادها بالماما الغولة ولا بالست الغولة ولا بالشغلات الفاضية اللي لا يتقبلها العقل للأسف. تفضل أخي سعيد كمل. بالظبط هو نفس الموضوع كده، يعني انا الله ده صنع، تمام، فكره بدائيه نشات لتخويف يعني ناس اساسا، يعني انت ايه، احنا مش هنقدر، انا مش هقدر اشرح لك وجهه نظر او تفكير الناس اللي كانت عايشه في العصور دي، تمام، واحنا مش هنقدر ان احنا نتخيلها لان احنا يعني ما شفناش اي حاجه، تمام، ما عشناش اي حياه من حياتهم، تمام، فانت ازاي هتفرض عليهم سيطرتك، ازاي هتفرض عليهم سيطرتك، تمام، فمفهوم السيطره لازم تيجي من حاجه عاليه قوي، تمام، فهي فكره الله نشات من كده، زي فكره الشيطان برضو، يعني انا عايز اقول لك على حاجه، تعالى كده نروح انا وانت اي مستشفى مثلا خاصة بالخطرين، المجرمين الخطرين، ولا سجن من السجون الخطرة، تمام، واسأل أي واحد أنت مثلا قتلت الشخص ده ليه؟ تمام، أو ارتكبت مجموعة الجرائم دي ليه؟ وده حصلت فعلا، أنا شفت أفلام وثائقية بتتكلم على كده في السجون الأمريكية، يقول لك أنا ما قتلتوش، الشيطان هو اللي أمرني إن أنا أقتل. تمام، هو صنع الشيطان، هو صنع الشيطان عشان يبرر، للأسف ما كانش عنده تبرير. للأسف يعني هو الآمر بالقتل هو الشيطان. طب أخي شادي، أنت وصلت لمرحلة اقتنعت فيها إنه الدين، هذا الدين عموما مثلا خطأ، يعني طلعت من الإسلام لما لحظة اللي فكرت فيها تطلع من الإسلام، فكرت تروح على ديانة أخرى مثلا ولا لا قرأت ديانات أخرى، وشو السبب إذا لا؟ تفضل. تمام، بص يا جان، انا قلت لك في الاول انا ما مسكتش الاسلام، قعدت اشوف الاسلام فيه ايه، وقعدت اشوف المسيحيه فيها ايه، وقعدت اشوف اليهوديه فيها ايه، لا انا مسكت في الكبير، مسكت في زمارة رقبه الكبير باللهجه الدرجه المصريه، تمام، فلو هفكر ان انا ادخل دين تاني، الدين ده جاي من عند الله، الدين ده جاي معايا، تفضل معاك أخي، يظهر الصوت شوي رديء بالكونكشن، آسفين أعزائي المشاهدين على سوء الكونكشن. أخي شادي أنت معي؟ شادي؟ بتمنى يكون السبب يعني بنصالحه بسرعة، يعني على هو شادي انت معي؟ اسفين اعزائي المشاهدين على انقطاع الصوت مع الاخ شادي، واكيد راح يرجع لنا، يعني بس في موضوع كنت رايح حابب اطرحه، يعني مسألة انه تعليقات كثير بتجوا ليش ما بتناظروا مناظرات مع المسلمين، ولا بصراحة يعني أنا شخصيا يعني إذا بدي أناظر الشيخ، أنا الشيخ بعتبره مجرم، فكيف يعني بدي أجي أناظر إنسان مجرم؟ يعني إذا كان يعلم أنه مجرم هذه مصيبة، يعني إذا لا يعلم أنه مجرم فهذه مصيبة أكبر، يعني ما بعرف كيف، يعني بدي إنسان يعرف إنه بي 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 لما يدعو للإسلام ويدعو لآيات القتل يقتل فيها ناس كثير. تفضل أخي إذا رجعت لنا. آسف، لا آسف على العطل الفني ده. ولا يهمك ولا يهمك، بس في فكرة بدي أكملها لأعزائي المشاهدين، إنه المناظرات اللي كانوا عم بيطلبوها بالشيوخ وشي مع مشايخ، يعني للأسف مثل ما قلت، يعني
الشيوخ في منهم يعلمون انهم يضحكون على الناس وفي منهم لا يعلمون، فعلى الحالتين يعني مصيبه، وكلامهم كله اجرام يعني للاسف في النهايه يؤدي الى اجرام، يؤدي الى التحريض على القتل. اسف شادي، وتفضل اذا تكمل فكرتك. تمام معك. هو فعلا انا بس حابب اكمل كلامك. تمام، انت كلامك فعلا صحيح. تمام، وهي نقطه برضو انا هتحاسرها. تمام، هي فكره المناظرات عموما. تمام، فكره المناظرات هي مناظرات، انا في وجهه نظري هي بتبقى مناظرات قيمه. تمام، تعالوا نشوف كده تاريخ المناظرات. تمام، تعالوا نشوف بقى كده، ندخل بقى على اليوتيوب كده نتفرج، بس عن سيبك من المناظرات اللي قبل كده، تعالوا نتفرج على المناظرات المعاصره. تمام، ومع ناس ما بيقولوش على نفسهم ملحدين. تمام، يعني تعالوا كده نتفرج بقى على مناظرات مثلا زي مناظرات دكتور سيد الامني، تمام، مع خالد الجندي، ولا مع سالم عبد الجليل بتاع الازهر، مع توني خليفه. تمام، كانت منتهى قله الادب والسفاهه. تمام، يسيب بقى الكلام اللي هو بيتكلمه فيه، ويسيب الموضوع اللي بيتكلم فيه، ويدخل له بقى في حاجات شخصية. وانت خدت جايزة من جايزة الدولة التقديرية ب200,000 جنيه، وانت عملت ايه عشان تاخد جايزة؟ طب وانت يعني انت مالك؟ انت هو خد اللي خده، انت مالك؟ تمام، فانا شايف يعني انا في وجهة نظري المناظرات دي بتبقى مناظرات عقيمة، او حاليا هي عقيمة. تمام، للأسف يعني فعل عقيمة يعني لا تؤدي لشيء، يعني جاي لعندك وهو يأمن أن الحمار يطير فكيف بدك تناقشه؟ يعني يؤمن أنه قتلك حلال. خلينا نكمل أسئلة لأنه صار الموضوع شوي طول. أخي أنت شادي، حاولت تعلم إلحادك بشكل من الأشكال؟ تفضل. وأنا بالفعل معلن إلحادي، يعني حاجة مش مداريها أو مش مخبيها. تمام، يعني مع أهلي مثلا معلن إلحادي، ما عنديش مشكلة في ده. تمام، هي حاجة عموما أنا مش مخبيها أو مش مداريها. تمام، طيب ده من البداية تفضل. مش لسه. بس على كل حال عندي سؤال هون بيقول، طبعا بتهمنا المؤمنين خصوصي، بتهموا الملحدين دائما انه بانه الماسونيه، نحن عملاء الماسونيه العالميه وهي اللي بتدعمنا وهي اللي مشيتنا. شو رايك بالموضوع؟ الماسونية العالمية ده قصة مهمة جدا وقصة جميلة جدا. تمام، بس أنا عايز بس أطلب منك طلب يا جان، أو أطلب من الشخص اللي بيتكلم الكلام ده. تمام، أنا نفسي في جد حد كده من الناس اللي بيتكلمون عن الماسونية. تمام، وإن الماسونية هي اللي بتدعمنا، والماسونية هي اللي بتقف ورانا، يفسر لنا كده ويحكي لنا إيه معنى الماسونية، أو إيه اللي يعرفه عن الماسونية، أو يقول لنا مثلا إيه هو الدستور الماسوني. خلوه كده يكلمونا كده، يعرفونا بقى الدستور الماسوني، كلمونا يفهمونا إيه هي الماسونية، أو أنتوا شايفين الماسونية إزاي. تمام، فهمونا، هل أنت تعرف أي حاجة عن الماسونية؟ هل هي، طب هي الفكرة نشأت إزاي؟ ما أعتقدش إن في حد منهم عارف إيه معنى كلمة ماسونية أساسا. تمام، هو باختصار، يا موضوع باختصار شديد جدا يا جان، هو نظرية المؤامرة. المؤمن شايف العالم كله بيتآمر عليه، شايف كل حاجة بتتآمر عليه. تمام، كله عايز يدمره، كله عايز حاقد عليه وعلى الإسلام بتاعه. مش عارف، أنا يعني نفسي أعرف مثلا الإسلام ده يعني الواحد هيحقد عليه ليه. تمام، طب أنا كنت مسلم، يعني هحقد على الإسلام ليه؟ انا لو كده ما ارجع للاسلام، ولا ما سبته ليه يعني عشان احقد عليه؟ تمام، فهي نظرية المؤامرة بقى، انك انت شايف الدنيا كلها بتتآمر عليك، والدنيا كلها عايزة تقف في طريقك، ولا ده بيكرهوا الاسلام، ولا هي دي قصة الماسونية. تمام، ان حد بقى يعرف ايه معنى كلمة ماسونية، اشك ان اي حد يعرف ايه معنى كلمة ماسونية. تمام، للاسف اخي شادي، يعني المسلم اللي بيردد هالحكي اظن كل ببغاء يردد، يعني يسمع المشايخ هن اصلا ما بيفهموش الماسونيه، ويجي يكلمك الماسون انتم عملاء وعملاء وعملاء وهالحكي الفاضي هذا. بالظبط، انا هو ده اللي بقوله لك. خلونا بقى نعرف كده منكم، يعني انتوا اقعدوا علمونا، قولوا لنا ايه هي الماسونيه. تمام، لو هنتكلم عن الماسونيه،
تمام. انا هقول لك بس بعض الحاجات كده عن الماسونيه. اولا هي الماسونيه في دائره المعارف البريطانيه في طابعه 1980 اعتقد، تمام، هي عرفت بانها اكبر جمعيه سريه في العالم. تمام، نشات ازاي؟ نشات من النقابات، تمام، اللي عملها البنائين، تمام، الناس اللي هم كانوا شغالين في البناء، هم انشاوا نقابات، تمام، بعد كده فتحوا النقابات دي بعضويات شرف فخرية أو شرفية إنها تقبل أي حد تاني غير البنائين. تمام، معظم البنائين دول بالمناسبة كانوا شغالين في الإيلاع والكونتريات. تمام، فتحوا زي ما بقول لحضرتك، فتحوا العضويات زي عضوية شرفية كده أو عضوية فخرية عشان يكتروا العدد، تمام، ويقووا الفكرة ويقووا النقابات. تمام، ومن هنا بقى بدأت تنشأ المحافل الماسونية، تمام، سواء المحافل الماسونية الحديثة أو الرمزية. تمام، الفكرة تاريخيا مختلف عليها، يعني محدش لسه، هم نفسهم مختلفين عليها. في ناس بتقول لك إن الماسونية تاريخيا بدأت مع الفراعنة، تمام، البنائين اللي كانوا بيبنوا في المعابد والأهرامات. في ناس تانية بتقول لك لا، إن هو بدأت في بناء الهيكل، هو هيكل سليمان. في جزء تالت بيقول لك لا، هي ظهرت مع الحروب الصليبية. تمام، فالفكرة تاريخيا مش معروفة قوي، أو مش معروفة هي نشأت ازاي، تمام، أو مختلف عليها بمعنى. تمام، بالنسبة بقى تعالى كده نتكلم بقى عن علاقتها بالإلحاد أو الماسونية بتحرك الإلحاد. في دستور الدستور الماسوني الأول كتب واحد اسمه جيمس أندرسون. جيمس أندرسون كتب الدستور الماسوني الأول سنة 1723، تمام، كان واحد من نصوص الدستور ده لا يمكن أن يكون الماسوني ملحدا، نص صريح، تمام، في الدستور ده بيقول لك لا يمكن أن يكون الماسوني ملحدا، والدستور موجود اللي يعرف ينزله ويشوفه، ما فيش مشكلة. تمام، أنا بذكر كل حاجة بذكرها بالدليل، مش هقول لك واحد صاحبي على القهوة، تمام، قال لي امبارح إن مش عارف الماسوني ده إيه، لا، أنا هقول لك كل حاجة بالدليل وبالسنين وبالأشخاص، تمام، وليك إنك أنت بقى تدور وتشوف يعني هل الكلام أنا صح ولا غلط. تمام، زي ما قلت لك كتب أول دستور ماسوني سنة 1723، كتب واحد اسمه جيمس أندرسون. جه بعد كده بنجامين فرانكلين قعد طبعه بعديها أعتقد 3 سنين، 1726، تمام، بس هو كان الدستور ده بينص على نص صريح لا يمكن أن يكون الماسوني ملحدا. تمام، نوصل لسنة 1877، بدأ المحفل الماسوني في فرنسا يقبل عضوية الملحدين والنساء. كانت حركات الملحدين والتنويريين ابتدت تشتغل وابتدت تكبر في فرنسا، فابتدى المحفل الماسوني يقبل عضويتهم. ما كانوش بيقبلوا عضوية الملحدين، ابتدى يقبل عضوية الملحدين والنساء في صفوف الحركة. ده سبب انشقاق وخلافات كتير بينهم وبين المحفل الماسوني الآخر اللي في بريطانيا. تمام، ليه؟ لان قال لك ان الدستور اساسا بيقول لك لا يقبل ماسوني، تمام، وهو بالمناسبه كمان هو ذكر قال لك لا يقبل ماسوني ملحدا غبي، تمام، يعني هم وصفوا الملحد ده بالغبي، تمام. وبالمناسبه ده ليه اصل في الماسونيه، يعني احنا لو اتكلمنا مثلا اتكلمنا عن هتلاقيه ان هو عامل ازاي، عامل زي البرجل والمسطره، هتلاقي الرمز الماسوني عامل زي كده. البرجل والمسطرة ده هو ليه دلالتين، دلالة بسيطة اللي هي البنائين اللي هم بدأوا المحافل الماسونية، ودلالة كبرى بقى نظرا للخالق العظيم والمصمم الأكبر اللي هو الله. تمام، أرجع لك تاني، معلش أنا بتوه كل شوية. بس دقيقة على أخي شادي، شو رأيك تحدثنا عن بروتوكولات حكماء صهيون؟ بصراحة أنا بروتوكولات حكماء صهيون قريته، كان عمري بوقت أظن 14 15 سنة قريته، وبتذكر منه إنه راح يساوي حرب عراقية إيرانية بال 87 هي، ولهلا ما صارت يعني. فيا ريت عنه وعن إشكالاته. هو بروتوكولات حكماء صهيون ده حاجة تانية بقى. يعني احنا نبدأ بالماسونية، انت الملحد ده بيتبع الماسونية والماسونية هي اللي مشغلة. طيب الماسونية بتقول لك واحد اتنين تلاتة والدستور، لا خلاص بروتوكولات حكماء صهيون. طيب انا الكاميرا عندك شغالة؟ الكاميرا انت شايفني؟
أنا شايف صورتك فما في مشكلة، بس المهم الصوت يصل، وخلي الميكروفون قريب على تمام عشان الصوت يكمل. الصوت أهم يعني، بس صورتك طالعة يعني ما في مشكلة. تمام. انا كنت بس بسألك لسبب، تمام، ان انا كنت حابب ان انا اعرض لك النسخة الاولى اللي انا قريتها. تمام كده صورتي ظهرت صح؟ تمام، تفضل. بص كده معايا جان، ده نسخة اسمها الخطر اليهودي. أها، تمام، 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 بروتوكولات تقديم صحيح. دي أقدم نسخة مترجمة بالعربية عن كتاب ما يسمى ببروتوكولات حكماء صهيون. المترجم بتاعها اسمه محمد خليفة التونسي، اترجمت سنة 1948. المقدم بتاعها واحد من أكبر كتاب الرصيف في مصر والوطن العربي، اسمه عباس محمود العقاد. تمام، النسخة دي النسخة الطبعة العاشرة. تمام، كانت صادرة في 2005. تمام، الكتاب كله على بعضه يعني، الكاتب أساسا الأساسي الرئيسي بتاعه اللي هو شخص روسي، تمام، اسمه سيرجي نيلوس أعتقد. تمام، بيتكلم بيقول لك ان هي اصلها ان مش عارف صديق ليه جابها له من معبد. طب من المعبد فين؟ طب مين الصديق؟ مش ذاكر اي تواريخ. طب مش ذاكر، بس اللي يلفت نظرك بقى في الموضوع ده كله، ان الكتاب او البروتوكولات حكماء صهيون دي ظهرت في الفتره، تمام، ما بين سنه 1903 و1905. الفتره دي انت لو رجعت ليها التاريخ الروسي هتلاقي ان الفتره دي كانت فتره اساسا كانت اليهود بمعنى اصح كانوا مضطهدين فيها. تمام، اليهود كان في اضطهاد فيهم من الحاكم، من القيصر نفسه الروسي وقتها. تمام، وتهجروا من قرى وحصل حكايات كتير قوي يعني. تمام، موضوع كبير. طيب انا هقول لك على حاجه يا جيم. دلوقتي احنا انا وانت هنقعد نخطط دلوقتي النهارده، تمام، ازاي هندمر الاسلام وازاي هنغزو البلاد العربيه. تمام، جه بكره واحد طلع الكتاب، طلع المؤامرات والخطط بتاعتنا دي، تمام، ونشرها. هل من الذكاء ان احنا هنستمر في خطتنا؟ أقصى دي أقل بركات الذكاء يعني. هل من الذكاء إن إحنا نستمر في الخطة الشيطانية الجهنمية بتاعتنا؟ ما أعتقدش يعني، على الأقل خلاص هنعديها. شادي بس هيك في ملاحظة صغيرة يعني، إذا المخططات هاي كشفوها مثلا بسنة 1900 وكسور يعني 1904 قلت لي، ف يعني والكتاب اللي أنا قريته كان مكتوب فيه الحرب العراقية السورية، يعني كانت العراق وسوريا ما هي موجودات أصلا يعني على الخريطة. فتصور كم الكذب المحطوط فيه يعني من كتابنا العرب اللي تبرعوا وكتبوا بالكتاب بروتوكولات حكماء صهيون. تفضل. الكتاب اللي لسه موريه لك ده بقى، ده سيبك من الحرب العراقيه، هو مش جايب قوي. هو لو بيتكلم عن العرب بيتكلم عن فلسطين، لان هو كان في الوقت اللي كان مترجم فيه او اللي اتنشر فيه الكتاب ده كان بدايه القضيه الفلسطينيه. بس هو كل حاجه بيربطها بالاتحاد السوفيتي، يقول لك مش عارف سنكون محركين الفتن في العالم، يروح عباس العقاد عامل لك هامش. الكتاب كله عبارة عن هوامش لعباس العقاد، وهذا ما يحدث باللفظ، وهذا ما يحدث الآن في الاتحاد السوفيتي حيث سيطر عليها مجموعة من اليهود ومش عارف مين، ومين يهودي ومين يهودي ومين يهودي ومين يهودي. فهو اللي كل حاجة انت عارف هو يكتب كل كلمة، انت لو مسكت الكتاب كل كلمة مكتوبة في البروتوكولات او من التقديمة بتاعت سيرجي نيلوس، تمام، عباس محمود العقاد عامل لك عليها هامش، هذا ما يحدث الآن في الاتحاد السوفيتي. تمام، فالكتاب بالنسبة لي أنا قريته مثلا من يعني ممكن 9 سنين ولا حاجة. أنا من أقدم الكتب اللي أنا قريتها الكتاب ده، ويعتبر الكتاب ده لمعلومك هو أكتر كتاب غير ديني وغير جنسي. تمام، هو يعني العرب بيتصدروا حاجتين، الكتب الدينية والجنسية. تمام، هو أكتر كتاب غير ديني وغير جنسي انتشر في الوطن العربي واتقرأ.
طب انتوا بقى انتوا معاكم الخطط كلها يعني، انتوا معاكم الخطط كلها، امال اسرائيل عماله تفشخ فيكم ليه يعني؟ ما انتوا معاكم الخطط كلها اهو. للأسف للأسف يعني شيء مضحك بصراحة، شيء مضحك شيء مضحك، إنه يعتمدوا على الفكر الخرافي وبالمؤامرة والأشياء. طيب أخي خلينا ندخل بموضوعنا، الموضوع برأيك ما هي أصل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية، وكيف بدأت، وما دور الدين والله فيها، وهل هي مشكلة سياسية أم دينية؟ تفضل. طيب كيف بدأت وما دور الله فيها؟ هي بدأت على الله أساسا. شادي الصوت راح، إذا ممكن بس. طيب كده سامعني كويس؟ تمام. برد على سؤالك، بقول لك انت بتسأل بتقول لي ما دور الله فيها. لا، هو الله هو الدور الأساسي، هو اللاعب الأساسي واللاعب المركزي والرئيسي. تمام. هي الحرب أساسا هي حرب دينية، هي حرب دينية، بيتخانقوا على مكان. دول بيقول لك اليهود بيقول لك ده الله وعدنا بالأرض دي، والمسلمين يقول لك لا، ده هي الأرض دي بتاعتنا. تمام. القضية الفلسطينية بدأت، ماشي، أنا ما بنكرش إن حصلت إبادات، حصلت جرائم، حصلت، وده هو ده التاريخ. تمام. يعني طب ما هو الهنود الحمر، هي أمريكا تأسست إزاي؟ أي دولة تأسست إزاي؟ ولو أنتوا، لو أنتوا كمسلمين وكعرب زعلانين قوي من الإبادات والحروب العنيفة، طب ومصر دي دخلها الإسلام إزاي؟ سوريا دخلها الإسلام إزاي؟ كل حتة خارج مكة، حتى مكة نفسها دخلها الإسلام إزاي؟ في الإسلام يعني نشرته الإسلام إزاي؟ طب على الأقل خالص يعني اليهود جم حاربوكوا وطردوكوا، ما جوش بقى خد مراتك باعها، خد أمك باعها، خد أختك باعها. تمام. ما قتلكش. تمام. ومثل بجثتك. تمام. هو التاريخ للأسف كده، التاريخ للأسف كده. خلينا نبقى واضحين وصراحة، ماشي، احنا بنعترف ان كان في، بس وبعدين طب ما انتوا اللي اديتوا الذريعة، انتوا اديتوا الذريعة للموضوع اساسا، ان كنتوا شعوب متخلفة. او انتوا لو كنتوا شعوب قوية ما كانش قدروا ان هم يعملوا معاكم كده. تمام. الخناقة كلها باختصار شديد يا جان هي خناقة دينية بين اتنين، تمام، بيتخانقوا على حتة ارض، هي دي الخناقة كلها. تمام. ملايين راحت فيها ولسه ملايين تانية هتروح فيها لحد ما القضية الفلسطينية تتعلمن، بمعنى ان القضية الفلسطينية تبقى قضية علمانية، حل دولتين، حل هتقول لي هتقولوا حل بالحرب والتحرير الكامل للأرض، انتوا بتحلموا. بمعنى اصح، لو كنتوا هتحلوها بالحرب كنتوا حلتوها زمان، كنتوا حلتوها في 67 و48 و56 و73 و80 غزو لبنان، كنتوا حلتوها وقتها. تمام. بس انتوا ما حلتوهاش، فالحل الوحيد ان انت تعمل دولتين. تعال انت بقى يا جان قول احنا عايزين نعمل دولتين وهنعمل دولتين، هتلاقي احزاب الله رفعت عليك البنادق. واحزاب الله مش قصدي بيها حزب الله اللبناني، احزاب الله عموما. تمام. اليهود والمسلمين. تمام. القضيه الفلسطينيه بالنسبه لي هي قضيه ساقطه يا جان من ساعه ما تحولت، تمام، من قضيه فلسطين لقضيه القدس. انت كنت بتتكلم عن فلسطين، ماشي، اتكلم عن الارض الفلسطينيه اللي انت بتقول انها اتخذت منك، اوكي، بس انت حولتها للقدس. تمام. انت بقى كل همك دلوقتي القدس، كل القدس، الاقصى، المسجد الاقصى، المسجد الاقصى. انت شايف ان ليها حل؟ انا شايف يعني بصراحه حل قادم، بس يعني العلمانية بنبذ الفكر الديني، الدين هذا اللي راح ينهار أكيد. يعني والله مثلا بالنسبة للإسلام اللي راح ينهار، وهذه أظن بالنسبة لي أظن بداية الحل. طيب أخي شادي، برأيك شو رأيك بالديانة اليهودية قديما وحديثا، وما رأيك بدولة إسرائيل العلمانية؟ تفضل. بالنسبة للديانة اليهودية، تمام، بص، هو انا يعني دايما بوصف الكتاب اللي هو التوراة او العهد القديم بان هو ده اصل الشرور، اصل بذرة الشر، هو العهد القديم او التوراة. تمام. وفعلا يعني لما تيجي تقراه او تيجي تفهمه، تحس ان الاله ده مدى حقارة اله الاله يهوه.
حقير جدا. واحد بيقول لك، بيقول لموسى روح طلع شعبي، وقبل ما تطلعوا قولوا للمصريين خدوا منهم الذهب وملابس من ذهب وادوات من ذهب وفضه فتسلبون المصريين. طب ما انت عملت كل ده مش عارف تجيب لهم فستان ذهب ولا غويشه ذهب؟ بلاش نقول حاجه تانية يعني. يعني فعلا هو إله في قمة الحقارة. وأنا بقول لك فعلا هي قصة من أكتر القصص اللي تروت في القرآن، ومن أكتر القصص اللي بتتروت في الإسلام، لأن هي قصة فعلا تراجيدية. يعني أنا فعلا لما بقى تيجي تقراها من العهد القديم، في فيلم مصري اسمه غبي منه فيه بتاع هادي هاني رمزي وحسن حسني، تمام. أنا بحس فعلا إن موسى هو هاني رمزي وحسن حسني ده يهوى. تلاقي دايما في التوراة في العهد القديم، تمام، يهوى يقول لموسى على حاجة، يروح موسى منفض له يقول لك سيبك منه ده باين عليه عبيط، ينزل يجري وراه. زي مثلا أشهر مثال لما طلب منه إنه يختتن، تمام. الديانة اليهودية يعني خلينا برضو نجيبها من أصل تاريخي، هو التوراة كتب من بعد السبي البابلي، تمام. أنا شايف إن هو التوراة يعني بالنسبة لي ما يعني قصص الأطفال يمكن مفهومة وأحسن منها، تمام. اليهود طول عمرهم بيعيشوا في أحياء وفي مجتمعات منغلقة اللي هي كان بيسموها الجيتو. وبيني وبينك مش اليهود بس، أي أقليات بتعيش كده. يعني المسيحيين في مصر هم عايشين كده بمنتهى الصراحة، تمام. مش منغلقين قوي، بس هم يعني هتلاقي ان في احياء او في شوارع في مصر، تمام، وخصوصا الشوارع بتبقى حوالين الكنائس بتبقى كلها مسيحيين، تمام. اما بالنسبه لاسرائيل العلمانيه، هي اسرائيل انا يعني في وجهه نظري مش شايف ان اسرائيل ليست علمانيه بشكل كامل، بالعكس. بدليل يعني اقرب حاجه لي على الموضوع ده إن كلمة إسرائيل أساسا هي كلمة دينية توراتية، تمام. هي فيها حريات، وفيها حريات دينية، وفي حرية ممارسة شعائر، وفي 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 بس أنا مش قادر برضو، يعني عشان خليني أبقى واضح وصريح معاك، أنا مش قادر ألومهم وأقول لهم لا أنتوا مش دولة علمانية، إنه برضو الناحية التانية عندك من عيلة بالنيلة، يعني الناحية التانية ما فيهاش أي أمل، تمام. مش ما تقدرش ان انت تتكلم. يعني انت عارف، انا اقول لك على حاجه، انت دلوقتي لو انت سيبنا موضوع فلسطين على جنب واتكلمنا مثلا في مزارع شبعة او في الجولان السوري او في الاراضي اللي محتله خارج فلسطين، تمام، انت هتيجي تقول لاسرائيل حرريها لي او اديها لي او رجعها لي او شوف لنا حل فيها. اسرائيل هي حاليا هي محتلها دفاعا عن نفسها، هي عايزه تخرج بره الحته بتاعتها، هي واخدة هي أرضها دي واخداها وعايزة بقى تخرج عنها، مش بحيث إنها متبقاش محصورة فيها، تمام. فبرضه هو حل من الحلول المشاكل المتعلقة بالأراضي الخارجية عنها، برضه هيكون عن طريق علمانية القضية الفلسطينية، حل القضية الفلسطينية. والحل والقضية الفلسطينية ملهاش حل تاني غير إنك أنت تعلمها، تخليها قضية علمانية. أما بقى قضية غوغائية، تمام، انتصرنا وإمام النصر من عند الله، ويطلع إسماعيل هنية في الخرابة والدنيا حواليه مكسرة، ويقول لك انتصرنا ونصرنا الله وجند من عند الله وما النصر إلا من عند الله، فحلني بقى، عيشني، تمام. نقطة تانية بس أخيرة يعني هتناولها برضو سريعة، بمنتهى الصراحة يا جان، إحنا ما نقدرش إن إحنا نحكم على إسرائيل، لسبب إن إحنا ما عندناش معرفة عن إسرائيل. تابع كده اي خبر، تمام، استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، تيجي لو حاولت تبحث عن الخبر وتشوف اصله ايه، تلاقي ان الفلسطيني ده عيل مثلا عنده 16 17 سنه كان بيجري ورا واحد، تمام، مستوطن اسرائيلي بسكينه، ولا ورا واحده ست، تمام. فالجيش او الشرطه راح قتلها، تمام. احنا بجد ما عندناش معرفه حقيقيه كعرب عن إسرائيل، ما عندناش معلومات كافية عنها، معلوماتنا كلها مغلوطة ومعلوماتنا كلها مزورة، تمام، ماشية على حسب ما الغوغاء عايزين، على حسب ما الغوغاء عايزين. احنا اصل احنا بنحل قضيتنا قضايانا كلها بالغوغائية، ركز كده هتلاقي كل قضايانا بتحل بالغوغائية، واحنا بنعشق الغوغائية،
شوف كده اعظم اعظم اكتر الزعماء العرب منتشرين في واكثر حبا في الوطن العربي، هتلاقيهم اكثرهم غوغائيه. بص اعظم بالنسبه لهم اعظم القيادات الدينيه هتلاقيهم الاكثر غوغائيه. احنا بنعشق الغوغاء، تمام، وحتى بنحاول ان احنا نحل القضيه بغوغائيه ومش هنعرف نحلها. القضيه مش هتحل بالشكل ده، ولو انتوا عايزين تحلوها بالشكل ده كنتوا حليتوها من ايام سنلقي باسرائيل وما وراء اسرائيل في البحر. خلينا نبقى واضحين بس. بالضبط. يعني للأسف يا أخي، إنه الغوغائية ماشي لأنه الثقافة تبعتنا غوغائية، فصحراوية بدوية، لذلك ماشيين عليها. يعني هلا مثل ما قلت أنت، إنه بتلاقي الشهيد البطل فلان فلان فلان، بس تجي على أرض الواقع، وهذا أنا سمعان كثير الخبر، إنه محاولا قتل طعن شرطي او طعن مواطن او طعن انسان بريء. حتى وشفنا السيارات لما يدهسوا الناس، الابرياء الواقف عم استنى باص، تلاقي السياره طم غم اجت نزلت عليه. شو هذا بتعتبره شهيد اذا انقتل؟ يعني شو هالشهاده الفاروقيه هي؟ يعني للاسف. نقطة تانية برضه عشان تفضل. أوضفها بس بمناسبة ده، إن تعالى كده شوف بقى، نشوف كده الحروب اللي إسرائيل خاضتها، مثلا حروب 3 حروب على غزة وحرب لبنان، تمام، والكلام ده كله الأخيرة، تمام، هنلاقي إن هي كانت بصراحة وبكل عقل وبكل منطق وبكل حقيقة كانت حروب دفاع عن النفس. يعني لما تكون انت، حط انت نفسك في مكان الشخص عايش في اسرائيل يلاقي صاروخ نازل عليه، تمام. ما هو انت مش بتضرب الصاروخ ده بس، يعني صاروخ ضربه خلاص، ما انت بتوقف له اقتصاد، بتوقف له سياحه، بتضربه اقتصاديا، بتعمل حاله من عدم الامان. من حق الدوله انها ترد، كل دوله لازم تحافظ على الامن بتاعها، تمام. ف خلينا بس نبقى صراحة، وخلينا نبطل غوغائية، وخلينا نشوف القضية بشكل آخر أو بشكل عقلاني على الأقل خالص، وهتتحل. طبعا في نقطة، إنه الديانة اليهودية، هلا يعني أنا بالضبط ما عندي معلومات واثقة إنه أقول إنه أصحاب الديانة هن نفسهم يعتبروها كنص تاريخي فقط. أنت برأيك يعني شيء جيد إنه يعتبر نص تاريخي؟ يعني نحن بنتمنى الإسلام يجي المسلمين يقولنا أوكي القرآن نص تاريخي ما له علاقة بالعصر يعني. فإذا بتشرح لنا عن دين يهودي بهالنقطة هاي، إنه مو بيعتبر حاله دين عصري، دين تاريخي، وانتهت الحكاية. تفضل. تمام. بص، هو اليهودية، يعني هو من ناحية نص تاريخي فهو معتبر التوراة، تمام، اللي هي الأول 5 أسفار في العهد القديم، وبقية الأسفار اللي موجودة في العهد القديم اللي هي المزامير وسفر يوشع بقيت الأسفار إلى آخرها، دي نصوص تاريخية، تمام، نصوص مثلا ممكن تستخدمها للصلاة، للدعاء، أو مش أكتر من كده، تمام. فهي بالنسبة نقدر نقول الغالبية العظمى ما عدا بعض الجماعات المتشددة اللي بتبص للتوراة على أساس إنها نص تاريخي. بس خلي بالك من حاجة، اليهود بالنسبة لهم اليهودية، يعني أنا أعرف ناس يهود، تمام، او اسرائيليين بمعنى اصح، هم مش معترفين بالديانه اليهوديه، الى حد ما كبير ملحدين، بس هم شايفين اليهوديه كثقافه، كقوميه بمعنى اصح، قوميته يهودي، تمام. وهي هو هو اليهوديه والاسلام كده، هي الاسلام ده هو الوجه الاخر لليهوديه، الوجه المعرب لليهوديه بمعنى اصح، تمام. هو شايف ان دي مش مجرد دين بس، لا، دي ثقافه. وانا بستغرب، يعني انا مثلا انا ما عنديش مشكله مع اللي قاعد متلقح في السعوديه، تمام، يعتبر الاسلام ده ثقافه، تمام، وقوميه، بس انا عندي مشكله في السوري وفي العراقي وفي المصري وفي الامازيغي وفي الناس دي، ان تعتبر ده قوميه وثقافه. طب ما انت عندك قوميه وثقافه قضت عليها، قضى عليها الاسلام، وهويه وثقافه اعظم بكتير من الاسلام، وعملت وقدمت اكتر ما قدم الاسلام، تمام. هحكي لك حكايه بسيطه. بن جوريون، تمام، في اول فتره رئاسته لاسرائيل جمع علماء اثار،
تمام، وكانت وزير الإثارة ساعتها الإسرائيلي، فقال وقال لهم باللفظ كده: الله أعطانا الأرض، كتب لنا الأرض، فاذهبوا وابحثوا لي في الأرض عن المفتاح. يعني إيه؟ يعني روح دور يا عم الحاج، شوف لي الله كتب لنا الأرض دي، روح هات لنا بقى الأدلة، روح بقى دوروا كده، شوفوا لنا حفريات، شوفوا لنا أي تماثيل، شوفوا لنا أي حاجة نثبت، نقدر إن إحنا نثبت بيها إن الأرض دي بتاعتنا فعلا. دوروا في فلسطين، دوروا في سيناء لما احتلوها، دوروا في كل حتة، ما أثبتوش أي حاجة بتدل على وجود اليهود أو وجود موسى أو وجود أي حاجة من الكلام ده كله. آخر ما وصلوا ليها يعني اليهود أو حاليا، قال لك هي قصص تاريخية، ممكن ما يكونش ليها أصل، بس هي قصص تاريخية دينية مش أكتر. تمام، بس بالضبط بالضبط، يعني كلها خرافات خرافات، وللأسف يعني تحصد أرواح هذه الخرافات، وهذا الشيء اللي يعني نحن نعمل عليه إنه نوقف ضد الخرافات هاي اللي عم تاخذ أرواح الناس للأسف. فالأخي شادي، برأيك شو سبل الحل وشو عوائق الحل المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية؟ تفضل. قطع، ممكن تعيد السؤال مرة تانية؟ برأيك ما هي عوائق الحل للقضية الفلسطينية، وهل ترى أن هناك حل لهذه القضية قريب أو بعيد، وما هي الحلول برأيك؟ يعني تفضل. بالنسبة لحل قريب، وأنا مش شايف أبدا إن في حل قريب للأسف، بس ممكن نقدر نتكلم عن حل بعيد. هو الحل اولا يعني الف ب حل بالنسبه للقضيه الفلسطينيه، زي ما قلت لك او زي ما كنت لسه بتكلم معاك، علمانيتها تماما القضيه دي. ابعد بقى، بعيد اللي بقى قصه الله كتب لك الارض، الله كتب لك الارض، روح خدها منه، روح له ايه، خدها منه. تمام، لكن ما تجي، ما ابعد بقى، ابعد لنا بقى القصه دي على جنب، وانت كمان يا عم بتاع الاسراء والمعراج، تمام، اركن لنا برضو انت كمان على جنب، تمام، وروح بقى اشوف محمد صلى في انهي حته. انا مش عارف هي الجامع ايه، الجامع إيه الاقصى إيه اللي كان موجود ايام ما محمد راح له بالبراق، يعني مش عارف ازاي، يعني لسه لحد دلوقتي مش داخله دماغي. هو كان في جوامع اساسا ساعتها، ولا كان معروف حاجه اسمها مسجد؟ ما علينا. تمام، بالمناسبه الاقصى ده اللي بناه عبد الملك بن مروان في العصر الاموي بعد ما محمد مات ب 300 سنه. ما علينا. تمام، فهو الحل الأول ألف ذي حل، علمن القضية تماما، ابعد لي بقى كل الخلافات الدينية، اعمل لنا دولتين زي ما قلت لك، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية يعيشوا مع بعض، تمام، يضمنوا أمن بعض، تمام، والدولة الفلسطينية تلتزم بأمن إسرائيل. إسرائيل يا جان مش قوية، إحنا فاكرين إن إسرائيل عايشة على المساعدات، وإن أمريكا بتديها سلاح، وألمانيا بتدفع لها تعويضات عن الجرائم النازية، وي وي وي. لا، إسرائيل قوية بشعبها، الشعب الإسرائيلي هو شعب قوي، الدولة الإسرائيلية دولة قوية، الدولة الإسرائيلية دولة من أوائل الدول على مؤشر البحث والتكنولوجيا والبحث العلمي والتطور، دي حقائق ما ننكرهاش. تمام، الدولة الإسرائيلية نفسها هي دولة قوية. تمام، اقعد بقى حارب فيها، اضرب عليها صواريخ من هنا 3 سنين، بس ما تعيطش لما يجوا يضربوك، ما تعيطش لما البيوت بتاعتك تتهد. للاسف اللي بيدفع الثمن، للاسف اللي بيدفع الثمن هم يعني الغلابه بمعنى اصح، من ليس له لا ناقه ولا جمل. شويه فتح والفصائل الفلسطينيه دول عايزين القضيه مش تقعد 10 سنين، لا تقعد مليون سنه، ان هذه القضيه اللي بتجيب لهم الفلوس. تمام، هي دي القضية اللي مركبهم عربيات، هي دي القضية اللي معايشاهم في أمان. تمام، كل واحد متلقح عدل في دولة. خالد مشعل كان عايش في سوريا، وبعد كده لما قلب على بشار الأسد طلع يجري، راح قطر وشغال هناك وعايش حياته زي الفل، وهنية استخبى في الجحر بتاعه، بس لما الدنيا تخلص خلص وإسرائيل تبطل غارات يطلع يقول لك ما النصر إلا من عند الله، وانتصرنا والحمد لله، والأشكال اللي احنا بنشوفها. فهو مفيش حل تاني غير انك انت تعمل دولتين، دولة فلسطينية او دولة اسرائيلية، او تدمج الشعب الفلسطيني في الدولة الاسرائيلية. ومع العلم ان في عرب عايشين في اسرائيل، في مسلمين عايشين في اسرائيل وعايشين بمنتهى حرية، وكتير منهم كمان
تمام بيحمل الجنسية الإسرائيلية وما عندوش مشكلة في إسرائيل، بالعكس بيحب دولته ومنتمي لدولته، تمام مش عايش فيها متضرر يعني زي ما انتوا الموضوع مش كده خالص. انا لسه كنت زي ما كنت بقول لك، احنا ما عندناش معلومات كافية تمام عن إسرائيل. بس للأسف نحن أصلاً لا نسمع الآخر، يعني بالفعل يعني نحن ما نعرف شو الثقافة اليهودية غير اللي يعطونا بالإعلام وبهالكتب الصفراء هاي. يعني ذكر مسلسل إنه طقوس يهودية لازم يذبحوا طفل فلسطيني ويشربوا دمه والحكي الفاضي هذا. على كل خلينا أظن يعني نحن ما بنقدر نغطي قضية فلسطين طبعاً بحلقة صغيرة، أكيد يعني أنا وأنت يعني لا لنا سياسيين ولا لنا أصلا يعني بالقضية الفلسطينية باحثين، بس خلينا نرجع لموضوع الإلحاد. في عندك شيء تقوله؟ تفضل. اللي انت بتقوله هقول لك، بس ارد على ده بيفكرني بالظبط بمشاهد بقى فجر الاسلام والافلام اللي هي الهجرة الرسول والكلام ده. دايما من الحاجات برضو اللي كانت بتخليني مستغرب، هم ليه كانوا بيعملوا الكفار دايما اقوياء كده وحواجبهم كبيرة ومنعكشة وشنب ودقن، والمسلم ده تحس فقير كده وغلبان ومش عارف. يا جماعة نقطة بس بسيطة هذكرها، محمد ما اضطهدش في مكة تمام، وأقول لك دليل بسيط جدا، مش هجيب لك أدلة محدش يعرفها، لا أقول لك دليل كل مسلم يعرفه. في حادثة شهيرة جدا بتقول لك إن عبد الله بن مسعود قعد يقرأ قرآن في الكعبة، وعبد الله بن مسعود ده ما كانش حتى يعني ما كانش اللي هو كبير ولا زي عمر بن الخطاب زي ما كنتوا بتقعدوا تحكوا عنه اللي هو هيخافوا منه، لا ده كان بيتكلم، كانوا من وصفه ان رجليه كانت عامله، كانت رجليه رفيعه جدا يعني، فكان لو كده كانوا قتلوه تمام. محمد نفسه ما كان بيصلي في الكعبه. لكن بالنسبه بقى لقصص اضطهاد بقى وبعدين هو انا يعني لو انا من اميه بن خلف اللي هو قاعد يعذب بلال، طب انا هقعد اعذبه ليه؟ ما شغله، اشغله واقطع نفسه تمام، هحط على صدره صخره ليه؟ اموته واخسر فلوس؟ ما العبد ده كان بالنسبه لهم فلوس تمام، كان بالنسبه له فلوس ان هو كان ممكن في اي وقت يبيعه وياخد فلوس. فيعني ايه بقى قصص الاضطهاد بقى اللي انتوا دوله المظلوميه اللي انتوا عشتوها والمظلوميه الاسلاميه اللي انتوا عايشينها؟ بالظبط زي بالظبط ما يقول لك احنا في الغرب مضطهدين، عايش واكل وشارب وما بيدفعش حاجة وبياخد إعانة، ويقول لك احنا في الغرب مضطهدين. ليه مضطهد؟ ليه عايز يطبق الشريعة تمام؟ عشان يخرب الدولة زي ما خرب دولته وطلع يجري منها. بس بالضبط بالضبط، يعني مثل السرطان للأسف. ومسألة إنه المظلومية هي، يعني محمد أيام بصدر الإسلام يعني مكة كانت تحوي مئات الآلهة، فما راح يجي يقول محمد والله أنت عندك إله مختلف، وكلهم مختلفين يعني الأصل عندهم مختلفين، فما راح يقولوا له. العكس هو اللي صار، إنه محمد اضطهد الناس البقية، اضطهد كل الآلهة اللي كانت موجودة، إله محمد خلينا نقول. طيب أخي شادي، خلينا نرجع لموضوع الإلحاد. أنت كشادي شاب طالع بهالوقت هذا، شو على هدفك من إجهار إلحادك؟ شو اللي بدك إياه؟ شو بدك تقوله للناس؟ تفضل. هو بالنسبة لهدفي من إجهار إلحادي، هو مش هدف يعني مش هدف شخصي على قد ما هو هدف إيه؟ عارف يا جان، أنا على طول بتابع نظرية الصدمة تمام. نظرية الصدمة دي كويسة جدا تمام، هو عايش تمام مصدعنا تمام 5 مرات في اليوم تمام، لو شغل أي شعائر دينية عنده كصلاة ولا كقرآن ولا كأذان يقعد يسمع الدنيا كلها ويقلق الناس تمام. طب ليه أنا مش من حقي إن أنا أقول أنا ملحد؟ يقول لك أبسطهم أو أقلهم بقى يعني، مش يقول لك أنا أقتله، لا يقول لك خليك ملحد ماشي بس ما تقولش، لا ما أقولش ليه؟
لا هقول تمام، لا هقول. ومعلش يا جان يعني هرجع لك برضو لنقطة أولية أنت طرحتها اللي هي بخصوص المناظرات. لا هي أنا في وجهة نظري هو حاليا ومع العقليات دي مفيش مناظرات، في سخرية وفي إصدراء تام في الإسلام والدين تمام. يعني دول مش بتوع مناظرات، ده هيقول لك مناظرة ماشي مش عارف ايه، وفي الاول وبعد كده هيقعد بقى يسخف بالموضوع، يتريق على العلم، يقول لك نظرية التطور دي سقطت في كل العالم. طب هات لي اي جمعية سقطت، يقول لك اه جمعية الصحة العالمية اكس اكس ان اسقطتها، فهتتكلم معاه في ايه؟ هتتكلم معاه في ايه؟ هتتكلم معاه في ايه؟ تمام. ده واحد شايل العقل. والله الحمار الطائر يعني، بل كيف يفهم الحمار الطائر اللي بيفهم مباشر. هتتكلم معاه في ايه؟ تمام. اه انا يعني مش بقول لك ان هو في مسلمين في متنورين، وفي ممكن يقعد يتكلم معاك وممكن يقعد يتناقش معاك، ولما مثلا ما تلاقيهوش ما يعرفش يرد عليك يقول لك انا ما اعرفش تمام، بس هو الغالبية العظمى منهم تمام يقول لك اه نظرية التطور، يعني احنا معنانا قرد، انت اصلك قرد يا عم الحاج، جينات ودي ان ايه، وي انت اصلك قرد ازاي انا اصلي؟ طب يعني عايز اسالك سؤال، انت بتسفه مثلا انك انت اصلك قرد، ولما نقول لك ان انت اصلك طين ده كويس بالنسبه لك؟ ده حاجه حلوه مثلا يعني؟ على الاقل خاص القرد كويس يعني، انا بحب القرود ما بحبش الطينه يعني. انت ممكن تقعد تلعب بالقرد بس مش بس لو دوست في الطين حتى هتقعد تمسح في رجلك عشان تشيل الطين من على رجلك، صح ولا ايه يعني؟ يعني وبرغم ان كنتوا دينكم يعني او انتوا الافكار اللي انتوا معتنقينها هي يعني اصل السخريه، مفيش حاجه ممكن تسخر منها قد ما ممكن تسخر من الفكر الديني والمعجزات الدينيه اللي ثار واللي شق لك البحر. فين البحر؟ محدش يعرف فين البحر بتاع موسى ده، انا نفسي اعرف بجد فين البحر بتاع موسى، هو خرج من سيناء راح فلسطين، فين البحر؟ كان في قناة السويس واتشالت واتردمت يعني ولا كانت ايه؟ فهو هدفي من إقرار إلحادي او ان انا بقول ان انا ملحد هو الصدمة تمام. انت مش عايش هنا لوحدك تمام. والله يا عم الحاج انت عايز بقى نرجع، وخصوصا بقى يعني انا بتكلم بالذات عن الجماعة الحلوين بتوع الشريعة تمام. انا ما عنديش مانع انك انت تطبق الشريعة على نفسك، اقعد في البيت كده اجلد نفسك في يوم الجمعة بعد الصلاة، روح ارجم نفسك، اعمل خد الجزية من امك، ما عنديش مشكلة في ده خالص، اذبي اختك واشتريها في سوق العبيد، ما عنديش مشكلة في ده خالص. بس انت تيجي تقول لي انا ان انت تطبق الشريعه الاسلاميه عليا، الشريعه الهمجيه، انا ضد ده تمام تمام ضد ان اي طفل في مدرسه يتعلم تعليم ديني تمام، مش للتعليم الديني بس، انت بتدي له حاجات بتوقف العقل عنده، انت بتدي له كلام بيوقف العقل عنده خلاص، ده اتمسح يعني. هو من الاخر صدق كلام خرافي، صدق ان واحد طار للسماء على حمار، صدق ان واحد شق البحر، صدق ان واحد كان بيشفي بيمسح عليه بيشفي، والتاني صدق ان واحد نقل جبل المقطم، الانبا مش فاكر كان اسمه انبا ايه كده، اللي شال جبل المقطم ونقله تمام. حتى يعني انت لو لاحظت ده هتلاقي ان اغلب 90% من المؤمنين او المتدينين هتلاقي حسهم الفني معدوم، حسهم الثقافي الجمالي معدوم، تلاقيهم كارهين للموسيقى، كارهين للفن بشكل بكافة اشكاله تمام. فانا ما عنديش مشكله انك تؤمن، انا يعني انا مش عايز الغي الاديان تمام، اي اؤمن بما تؤمن، مسيحي يهودي بوذي مسلم، اؤمن بما تؤمن، لكن احتفظ بايمانك لنفسك. انا ممكن اسكت وبطل اهاجم في الاديان ما فيش مشكله، بس لما انت تسكت، ما هو انا بتكلم ليه؟ انا ما كنتش انت قاعد ساكت وانا قعدت اتريق على دينك، انا مش هتريق على دينك وهتجاهلك تمام وهتجاهل اسلامك ومسيحيتك ويهوديتك، بس لما انت تسكت تبطل تحرض، انت كفرت وعديت كل الناس، انت حتى اللي منك الشيعة نفسه مكفرهم ومعديهم، اي حد غير سني وانت معاديه معايا؟ بالضبط بالضبط. للأسف يعني، للأسف يعني المسلم لم نرى منه غير الشتائم يعني، للأسف. وما في ما بيعرفوا غير الشتائم والإرهاب يعني،
هي هي طريقتهم في الحياه للاسف. طيب اخي شادي، شو بتقول للناس الملحدين اللي مترددين باجهار الحادم يعني ولا يهم الموضوع يعني تقريبا، شو بتقول لهم؟ هو بالنسبه لي الموضوع الصراحه احنا برضو لازم يعني ممكن يبقى في جزء، هو مش في جزء كبير، هو 90% منهم بيبقى جزء خوف، تمام. وانا ما اقدرش يعني ما اقدرش اطالب حد انه يعمل كده، تمام، ويتعرض لاي مضايقه شخصيه او يتعرض لاي مشكله، تمام. واكيد برضو ما فيش حد يعني شايف ده او يطلب ان ده يحصل، تمام. بس يعني ما فيش خوف من حاجه انت بتحتمقها، ما دام انت فكرت لازم كلنا ندفع ثمن او ضريبه الحريه او ضريبه تفكيرك. ما فيش حد بيعمل حاجه بدون ثمن، تمام. بس فاللي يقدر ان هو يتكلم يتكلم، اللي ما يقدرش يخليها بقى نقلبها بصوره استفزازيه او صوره استنكاريه، تمام. يعني انا كنت بحب او كان كنت اعرف ناس مثلا كانوا يروحوا يحضروا الدروس في الجوامع، دروس اسلام وكده، والله والله يا شيخ ده في واحد بيشتم في سيدنا محمد بيقول عليه ان هو بتاع عياله واتجوز واحده عندها 6 سنين، ده كويس، ده كويس جدا، تمام. بس طيب أخي شادي، يعني وصلنا للسؤال الأخير تقريبا، بس شو رؤيتك لمستقبل الملحدين بشكل أبسط؟ الظاهرة اللي شايفينها نحن موجودين، نحن كشباب، أنا وأنت وأصدقائنا الموجودين على الفيسبوك، على يعني وسائل التواصل الاجتماعي، برأيك لوين ذاهبين؟ لأين نذهب يعني؟ بص يا جان، يعني هو باختصار شديد، كلما على صراخهم كلما خرج الناس من دينهم أفواجا، تمام. من الآخر، تمام، ظاهرة الإلحاد هي مش ظاهرة، هي حقيقة، تمام. عدد الملحدين أكتر بكتير مما نتخيل. أنا يعني أنا بتكلم عن تجارب شخصية، أنا في ناس كتير ما كنتش أتخيل خالص إن هم ملحدين، واكتشفت إن هم ممكن نكون اتعرفنا بالصدفة، يعني ما اتعرفناش على صفحات إلحادية أو اتعرفنا على حاجة ليها أي علاقة ليها بالإلحاد، ولا عمرنا حتى اتكلمنا في الموضوع ده، يعني ما جاش مناسبة إن إحنا نتكلم فيه، اكتشفت في الآخر إن هم طلعوا ملحدين. يعني دي نقطة. ظاهرة الإلحاد أو حقيقة الإلحاد في الوطن العربي هتستمر طول ما موجود الفكر الديني المتخلف، طول ما هم بيصرخوا، طول ما هم بيكفروا، طول ما هم بيحرضوا على العنف والإرهاب والقتل. يعني هي كانت منتهية. أنا عايز أقول لك بس إن الحكاية أو موضوع الملحدين ده انتشر في مصر بشكل كبير جدا، وناس كتير أعلنت عنه، خصوصا في عز سطوة الإخوان المسلمين وفي عز السنة السوداء اللي حكم فيها الإخوان المسلمين، تمام. وأنا متابع مثلا في فترة إن في سوريا وفي العراق الموضوع حاليا بيزيد، تمام، نظرا لوجود داعش وجيش الفتح وكله عمال يضرب في بعضه بقت حرب يعني طائفية بصورة جميلة جدا، تمام. فهو هي هتستمر وهتزيد. بس بكل تأكيد يا أخي، بكل تأكيد. طيب نحن وصلنا أعزائي المشاهدين لنهاية الحلقة، بس أخي شادي كلمة أخيرة لجمهور البرنامج من الموحدين ومن، تفضل. كلمة أخيرة، يعني أنا أحب إن أنا أتكلم فيها في قضية الخبر اللي نزل امبارح بخصوص إسلام بحيري، تمام. حابب إن أنا بس أتطرق ليه يعني بسرعة، تمام. باختصار شديد، إسلام بحيري كان كل اللي بيعمله، وهو يعني كان مكمل اللي بدأ فيه الدكتور سيد الأمني وبدأ فيه دكتور فرج فوده ونصر حامد أبو زيد وناس كتير جدا برضه لقوا نفس المصير اللي لقاه إسلام بطرق مختلفة، تمام. بس عموما يعني هم المجموعة دي كانت بتقول والله يا جماعة انتوا الإسلام مش إرهابي ودين أخلاقي، تمام. يعني الإسلام ما دعاش قتل ولا للإرهاب ولا للتطرف ولا، وفي نفس الوقت ما دعاش لأطفال، والرسول ما اتجوزش أطفال والكلام ده كله، مفاخذة الرضيع والكلام الجميل اللي احنا عارفينه ده كله، تمام. انتوا سجنتوه،
طب سجنته بتهمة ايه؟ بتهمة ازدراء الاسلام. يعني انا لما اقول على الاسلام ان هو دين سلام ودين اخلاق، انا كده بزدر الاسلام. طب جميل قوي، هو بقى دين ارهاب ودين غير اخلاقي بالمرة. هو كده انا كده فعلا بوصف الاسلام التوصيف الصح. تمام. قضية الإسلام بحيري هي مش هتبقى الأولى ولا هتبقى الأخيرة، معروفة. تمام. اللي سجن إسلام بحيري قانون ازدراء الأديان. تمام. قانون ازدراء الأديان ده عاملينه عشان يحموا الله ويحموا أديانه، الله اللي هو خلقهم وهو المسيطر على الكون وهو من خلق كل شيء وهو اللي عامل كل حاجة، بيحموه بقانون. تخيل، تخيل مدى تفاهة إلههم. تمام. يعني مش عارف انا يعني، طب هو مش قادر يحمي نفسه؟ هل هو اكتع مثلا ولا لسه متفطمش؟ مش عيل صغير فجايبين له حارس؟ انتوا كده بتسيئوا لالهكم، يعني انتوا كده مش بتحموا، انتوا كده بتسيئوا له. تمام. برضو حابب ان انا اتكلم عن الازهر. الازهر ده جريمه ووصمه عار في وجه مصر. تمام. الازهر ده كفر وحرض على قتل ناس كتير قوي. تمام. بداية من نجيب محفوظ وطه حسين وفارق فوضى ونصر حامد ابو زيد، واخيرا وسيد الدكتور سيد الامني طبعا، واخيرا اسلام بحيري. تمام. اعتقد ان يعني هو من الاخر الازهر بيدار من مملكة البهائم السعودية. تمام. منذ نشأته ومنذ وجوده ما كانش عامل غير ان هو دايس على الفرامل لكل عمل او لكل حاجة ممكن تقدم الفكر في مصر. تمام. من اول لو هنرجع للزمان نلاقي كده ان هو كان ضد تعليم الفتيات الازهر. هحكي لك بس واقعة بسيطة جدا تدل على مدى تفاهتهم وحماقتهم. زمان محمد علي لما بنى الجامع في القلعة، تمام، عمل السنبور عشان الناس تتوضأ منه. تمام. الأزهر هاج قال لك لا، السنبور ده بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام. ازاي احنا السنبور ده ما كانش موجود على ايام الرسول، اللي هتوضى منه هتبقى صلاته باطلة وتبقى كافر. لحد ما بعض اتباع مذهب الحنفي تمام احلوا الوضوء من مية السنبور. لذلك في مصر، ومصر اعتقد بس الدولة الوحيدة العربية اللي مسمية السنبور المية ده حنفية، احنا عندنا اسمه حنفية ما اسموش سنبور. تمام. حتى عنا بسوريا بسموها حنفية يعني، لا ولا يهمك. دي حادثة شهيرة. تمام. قس على كده، قيس على كده بقى كل جرائم الأزهر. يعني والفترة الوحيدة اللي كانوا متحجمين فيها صح كان مثلا في الستينات. تمام. هي أكتر فترة سوداء، وعندما اتحدت مصر الإسلامية العربية مع الاتحاد السوفيتي الكافر الداعر. تمام. وما تلاقيش حد خالص منهم بيشكر في حفلة الستينات يعني. تمام. فيعني أتمنى إن في أقرب وقت نتخلص من قبضة الأزهر، يفضل كده جامع الناس تدخل تصلي تقضي حاجتها فيه مفيش مشكلة. تمام. بس نتخلص، لأن هو ده يعني مفيش مصر مش هتنهض خطوة للأمام، مش هتطلع في طريق تغيير في الفكر سواء الديني أو الاجتماعي عموما غير بنهاية دور الأزهر. بس يعني أنا متأكد بالسنين القادمة حتى ما حدا رح يدخل للأزهر يصلي كمان، يعني أنا متأكد من هالشيء هذا. وعلى العموم أنا أضم صوتي لصوتك بمسألة الأستاذة إسلام البحيري. يعني للأسف أنا بتمنى من الشباب اللي مثل أمثال إسلام البحيري إنه لا يعذبوا نفسكم، يا جماعة لا تعذبوا نفسكم وتدافعوا عن شيء ما ممكن يدافع عنه. يعني كومة زبالة فتدافع عن ماذا؟ فخلي تعال عنا والأجهر الحدك وخلاص من القصة كلها. ويعني وضعك المضبوط الصحيح بدك تبرك ترقع في الإسلام. الإسلام لا يرقع، الإسلام هكذا بتاخده مثل ما هو. فللأسف على كل حال أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وشكرا لك كثير أخي شادي لحضورك معنا، ونتمنى نلتقيك في حلقات قادمة. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة.